السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي ونور عيوني في قناتي. كل عام وانتم بخير ويا رب عيد خير وبركة على الجميع. اليوم حاخدكم معايا في جولة يوم العيد كيف قضيناه، إن شاء الله تستمتعوا. هذه الأنوار والزينة زي ما بتشوفوها علشان العيد في كل مكان. حطينا الحنة للأطفال وهذه عاد لازم في العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله. هذه ملابسي والإكسسواراتي تبع العيد. الله أكبر ولله الحمد. هنا لحظة زعل صراحة لما ودعت غنمتي للأبد للأضحية، شعور كثير مؤلم. الله يعوضنا بس. الله أكبر الله أكبر. هذه بقرتنا أضحيتنا نحن وأخوان جوزي، هم يقطعوها بالتساوي ويعني ينصفوها كمان يجنبوا حق التوزيع بطريقة مرة حلوة. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله رتبت اللحم وزعته حطيته يعني زبطته في أكياس وكده. والطبخ على حماتي، هي تطبخ كل عيد الطبخ الأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا قبل المغرب ودينا الأولاد لصالة ألعاب. مرة فرحوا وانبسطوا. الله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء.